تعالوا بقى نروح لموضوع مختلف حبتين، نروح تحديدا لكليه التربيه الرياضيه وجامعه حلوان اللي شهدت فعاليات رياضيه ضمن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه المخدرات وحمله انت اقوى من المخدرات. تعالوا نتابع التقرير ده نشوف من خلاله ايه اللي حصل في اليوم اللطيف ده، ونطلع بعديه فاصل ونرجع بقى ايه نستهل مع حضراتكم اولى فقرات الحواريه. خليكم معانا. بنمد اواصر الشراكه ما بين صندوق مكافحه الادمان والتعاطي ووزاره التضامن وجامعه حلوان في انطلاقه متجدده وفي تعبئه جهود مستمر لاولادنا وشبابنا من شباب الجامعات، اتساقا مع جهود الدوله للاستثمار في ولادنا ان هم راس المال البشري، هم الحقيقه جزء كبير من مواردنا البشريه اللي بنطمح ان هو ينشا تنشئه سليمه بعيده عن التطرف، بعيده عن التعاطي، بعيده عن الادمان، وان هو ناخد منه اعظم ما فيه ونستثمر فيه قدر طاقتنا، لان هم دول اللي بيبنوا مصر، وان في حاله البناء والمستمر اللي الدوله بتنهض بيها في هذه المرحله ان احنا املنا كلنا في سواعد ابنائنا وبناتنا ان هم يساهموا معانا في دوت. اليوم العالمي لمكافحه الادمان هو 26 يونيو من كل عام. الامم المتحده بتحتفل بهذا اليوم وبتلقي الضوء على تداعيات مشكله المخدرات والوضع الحالي لمشكله المخدرات، وفي نفس الوقت كل دوله بتحيي هذا اليوم من خلال سلسله من الفعاليات. احنا بدانا هذه السلسله يمكن على مدار شهر يونيو بالكامل ب يعني احتفالات مع المتعافين من الادمان، بافتتاح قسم لسحب السموم في محافظه المنيا، بالعديد من الانشطه ايضا في مجال الوقايه والتوعيه. النهارده بنلقي الضوء على اهميه الرياضه وممارسه الرياضه في حمايه الشباب من المخدرات. احنا الحقيقه في صندوق مكافحه وعلاج الادمان اللي بترأسه مجلس ادارته الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الاداره، بنشتغل على الشق الوقائي والشق العلاجي. فيما يتعلق بالشق الوقائي، احنا عندنا 32,000 متطوع من الحياه الشباب والفتيات على مستوى محافظات الجمهوريه، وهم اللي بينفذوا كافه البرامج التوعويه المختلفه سواء في المدارس او في الجامعات. حتى يمكن على مدار الفتره الماضيه نفذنا اكبر برنامج وقائي في 6,000 مدرسه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم، بجانب ايضا ان احنا بننفذ برامج وقائيه في المناطق المطوره بديله العشوائيات زي الاسمرات وزي المحروسه وبشائر الخير والحياه والعديد من هذه المناطق. ودي يمكن كانت بتوجيهات القياده السياسيه ان احنا ننفذ برامج توعويه لحمايه شبابنا واهالينا في هذه المناطق. المفروض ان احنا عاملين دوري رياضي للطلبه موجودين في الملاعب بكره قدم وكره سله وكره يد وكره طايره، والمفروض ان احنا عاملين ورش عمل للطلاب وبنعمل لهم التوعية دي عبارة عن ان احنا بنعرفهم اضرار التدخين اضرار المخدرات، وبنقول لهم يعملوا مشروع توعوي يتنفذ على مستوى الجمهورية. احنا موجودين النهاردة بنوعي الشباب وبنقدم لهم خدمات. احنا لما بنبدأ ان احنا ننزل اماكن مطورة، بنبدأ ان احنا نتحرك نشتغل مع فئات الاسر وبنشتغل مع كمان مع الاطفال، بنعرف الاسرة ازاي ان هي تتعامل، نستخدم معها الاليات ازاي ان هي تتعامل مع لو هي فيها حد انها مدمن، والمدمن ذات نفسه ازاي ان هو يقدر يتصل بالخط الساخن 16023 وتوجه لاقرب مستشفى تبع الوحدة سكنه يتلقى فيها العلاج. برغم من ان انا بقالي سنة بس مش كتير في الصندوق، بس انا اتعلمت في السنة دي حاجات كتير جدا وعرفت حاجات كتير قوي، وخدنا برامج كتير وعملنا حاجات كتير ونزلنا تعاملنا مع مختلف الفئات، تعاملنا مع اسر ومع اطفال ومع شباب جامعي، فاستفدت كتير قوي حقيقي. هي البدايه كانت مرعبه لان هي كفكره انا هعالج مدمن، لا بالعكس اكتشفت ان انا دوري وقائي وان انا بحمي جيل كده زيي، وخصوصا ان انا جايه من منطقه عشوائيه، ممكن ابقى في اي مكان بشوف حد ده شخص بيدمن مخدرات او السجاره اللي معدي انا مش عارفه فيها ايه، وده خطر عليا وخطر على اولادي كمان بعدين. ففكرت في الموضوع ده ولقيت ان انا كده بستثمر في نفسي وبستثمر في غيري، ان ده علاج مهم جدا ليهم ان هم يوعوا نفسهم اكتر من ان هم يروحوا ويتعالجوا في الاماكن. انا لما قدمت طبعا في صندوق، المفروض ان احنا بناخد برنامج تدريبي، ده برنامج اختار حياتك، ده المفروض احنا بنتدرب فيه على كل المهارات اللي تساعدنا ان احنا نعرف نتعامل مع الناس ونوصل لهم الرساله بشكل صح. وده اللي اداني برضو زود الثقه فيا ان انا يخليني مثلا ان انا اعرف اتكلم زي ما انا واقفه كده. بلس طبعا ان انا كنت حابه حاجه زي كده ان انا اوصل رساله للناس، ان انا احاول اساعد بقدر الامكان.